قلم خطير يستعمل في تزوير الشيكات والوثائق الرسمية. شاهد معي، لا تنسى الاشتراك في القناة. السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم، معكم في القناة ديال عبد اللطيف القنوري. كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم، وبلا بكم لو كان ما وصلناش لهذا المستوى هذه، والقناة ان شاء الله راها كتكبر بالفضل ديالكم ان شاء الله. اليوم جبنا لكم واحد الموضوع اللي خطير خطير جدا، اللي هو هذا الستيلو هذا اللي كيتستعمل في النصب والاحتيال، وبزاف ديال الناس اللي ما راهمش عارفين كيفاش كيتنصب عليهم بطريقة هذا الستيلو هذا. غادي نوريكم واحد الطريقة كيفاش كينصبوا على الناس، قضية ديال الوثائق او الشيكان اللي كيستعملوها بهذا الستيلو هذا اللي كينصبوا على الناس. غادي نوريكم كيفاش الطريقة كيفاش كيديروا ينصبوا على الناس بهذا الستيلو هذا، بهذا القلم هذا، راه خطير جدا اللي كيستعمل في النصب والاحتيال بالنسبة للوثائق كما قلنا ولا الشيكان. ما تنساوش اخوتي تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش ان شاء الله تعم الفائده للجميع، وتنشر هذا الفيديو هذا باش الناس تعرف واش كاين وتعرف واش تا الضرر ديال هذا الستيلو هذا. وما تنساوش كومونتير والبارطاج مع الدراري ومع الاصدقاء ديالكم، ولا عندكم شي استفسار ولا شي حاجه ولا كتبوها لي تحت ان شاء الله باش نجاوبكم على الاستفسار ديالكم على الاسئله ديالكم ان شاء الله. غادي ندوزو الان على باش نوريكم كيفاش كيديروا النصبوا بهذه الطريقه ديال هذا الستيلو هذا. اللي كتشوفوا هو عادي هذا الستيلو، هذا القلم عادي، ولكن هو خطير جدا في النصب والاحتيال. كيف ما قلت لكم اصدقائي، كيتم النصب عليكم بهذا القلم، هذا القلم الجاف ولا الستيلو كتشوفوا عادي ما عليه حتى شي حاجه. نتوما مثلا كي كتوقعوا على شي وثيقه ولا كتسنيوا على شي شاك، صاحب الشاك ولا صاحب اللي غادي يستلم الشاك كيعطيكم هذا القلم هذا مثلا باش تكتبوا المبلغ. مثلا غادي ندير واحد المبلغ هنايا، مثلا غادي نديروا مبلغ مثلا هكا، انت كتوضع المبلغ عادي مثلا عادي، وكتسني مثلا عادي كما كتشوفوا مثلا، وكتكتب من الكتبه ديالك عادي كما كيديروا الناس في الشيكان، صافي كتعطي المبلغ الشكل لصاحب الشاك ولا اللي بعت معاه وشريت، كيمشي هو مثلا كياخذ البريكه عادي بحال هذا الشكل، وكيمسح المبلغ. ها انتم تشوفوا كيمسح المبلغ اللي متفق عليه، وكيوضع مبلغ اخر مثلا، كيوضع المبلغ اللي بغاه هو كيديرو مثلا، كيزيد المبالغ مثلا بحال هذا الشكل، كيدير المبلغ اللي بغا، ويقدر يغير حتى السنياتور بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، يغير اي شيء يغيره بطريقة بسيطة جدا، يقدر يغير أي شيء، فهمتوني؟ بواسطة هذا القلم هذا اللي هو خطير جدا. وبغيتكم أصدقائي باش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش إن شاء الله تعم الفائدة، وما يتنصب حتى على شي واحد بهذا القلم هذا. وبغيتكم أصدقائي تشاركوا في القناة ديال قنوري عبد اللطيف باش إن شاء الله نوصلوا ل 10,000 مشترك. وشكرا أصدقائي، ومرحبا بكم بالجميع.